بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي لغات. إن شاء الله هنكمل بقية الدروس بتاع يونت 1 اللي هي اللونج ديفيجن. اللونج ديفيجن طبعا من الدروس المهمة، من الدروس المهمة اللي الطلبة كلها بتدور عليها وتخلي بالها منها. طبعا درس اللونج ديفيجن من الدروس المهمة جدا، فعلشان كده انا بطلب مني منكم ان اللي يشوف الفيديو ده لازم يحفظه عنده، سواء على التليفون او سواء على الكمبيوتر، لان هيحتاجه كتير قوي، لان في افكار كتيرة والفيديو ده هيبقى طويل بعض الشيء. وان شاء الله بعد الفيديو ده بعدها بحوالي 3 4 ساعات كده هنزل الفيديو كمان عشان نخلص منك بسرعة. طبعا تاني انا بقول تاني، الدرس ده لازم انت تحفظه عندك، تسيفه، تاخد منه نسخة ننزل على التليفون او الكمبيوتر، لان في افكار كتيرة. وطبعا هيجي منه في الامتحان 3 اسئلة، الحصتين ده همت او الفيديوين ده همت هيجي منه في الامتحان 3 اسئلة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجة بيقول لي هنا 4.2 divide 0.7 او 4 and 2 tenses divide 7 tenses. بدايه كده هو طبعا كتاب المعاصر قال لك نقط ديفايد نقط ايكوال نقط، والنقط دي ولكنها موجوده، يعني النقط دي ولكنها موجوده. هنعمل ايه؟ كلها تعمله هنعمل حاجه حلوه قوي. يعني في طريقه بتتحال يقول لك ايه، هتشوف اللي بعد ديفايدد، علامه الديفايدد ديت منهم ايه، نشوف هنا كام علامه، مثلا تنسز هضرب في 10 سواء ده وسواء ده ادفايسوري يعني، واقوم ضرب في 10. مش فاهم حاجه ولا كاني قلت حاجه. كل اللي هتعمله لما يجي لك مساله ديفايدد، تمام، كل اللي هيجي لك مساله ديفايدد هشوف هنا البوينت هنا بعد كام رقم. ركز معايا وخلي بالك معايا، لان احنا بنتعامل مع بعض بالالفاظ، تمام. البوينت هنا بعد كام نمبر، الديسيمال بوينت بعد كام نمبر، هي اهي بعد ايه، 1 نمبر، صح ولا لا؟ وهنا بعد كام نمبر، بعد 1 نمبر، اطرحهم من بعض ماينس. في الديفايدد بنطرح العلامات، بنطرح الايه العلامات، يعني هنا بعد ايه نمبر وهنا بعد نمبر، يبقى 1 ماينس 1 ايكوال 0، يعني العلامات بتروح. ما فهمتش حاجه. طب تعالى مثال تاني كده، مثلا يعني مثلا 3.25 ديفايد 0.5، البوينت هنا بعد كام نمبر؟ 2، وهنا بعد كام نمبر؟ 1. اطرحهم من بعض، 2 ماينس 1، هتقول لي يا مستر ديفايدد، انا بقول كده احنا بنطرح العلامات، الديسيمال بوينت ديسيمال، 2 ماينس 1 ايكوال زي 2 ماينس 1 ايكوالز 1، يعني علامة واحدة. علامة ايه؟ واحدة. تاني، علامة واحدة. تاني يبقى انا بطرح العلامات، او ممكن لها حل تاني برضو، ممكن لها حل تاني، هشوف اللي بعد الديفايدد ماشي، وهتحرك كام حركة؟ حركة واحدة. هتحرك كام حركة؟ حركة واحدة برضو انا افضل الطريقة الأولانية. يعني هنا بقول البوينت هنا بعد كام نمبر؟ 2، وهنا بعد كام نمبر؟ 1. 2 ماينس 1 ايكوالز 1، ال 1 دي يعني العلامه تتحط بعد رقم 1. فين هنا؟ يعني هتبقى كده 3 2 5، والبوينت هتبقى هنا، هتبقى بعد ال 5. يبقى هنا البوينت بعد كام نمبر؟ 2، وهنا بعد كام نمبر؟ 1. يبقى 2 ماينس 1 ايكوالز ايه؟ 1. ما فهمتش حاجه. تعالى برضو في الصفحه اللي بعدها كده هنرجع تاني. هنا البوينت بعد كام نمبر؟ تعالى مثلا مساله زي ديت، البوينت هنا بعد كام نمبر؟ بعد 3 نمبرز اهو، وهنا بعد كام نمبر؟ 2. اطرحهم من بعض، 3 ماينس 2 ايكوالز 1، ال 1 ده يعني علامه واحده، فين؟ بعد ال 4 هنا. طب تعالى هنا كده برضو، هنا بعد كام نمبر؟ 2، وهنا بعد كام نمبر؟ 2. 2 ماينس 2 0، يعني ما فيش علامات، ما فيش ديسيمال بوينت. هنا بعد 1 وهنا بعد 1، يبقى نطرحهم من بعض، يبقى 0، يروحوا من بعض، يروحوا مع بعض. هنا بعد كام نمبر؟ 3 1 2 3، وهنا بعد كام نمبر؟ 2. 3 ماينس 2 ايكوالز 1، يعني العلامه او الديسيمال بوينت اتحط بعد ايه؟ 1 نمبر، اتحط هنا. هنا بعد 3 وهنا بعد 2، 3 ماينس 2 ايكوالز 1، يبقى اتحط هنا، وهكذا. خلاص يا اولاد، يبقى انا بعد الايه العلامات وبطرحهم من ايه من بعض. في الديفايدد بنطرح العلامات، في الديفايدد بنطرح العلامات، في الديفايدد بنطرح الديسيمال بوينت. طب تمام، همسح ده كده.
طب يعني يا مستر هنا بقى قلنا العلامات دي هتروح، دي هتروح مال، يتفضل لي ايه بقى؟ طبعا الزيرو ورده ملوش اي قيمه. 24 او 42 ديفايدد 7، 7 مالتبلاي اي او تايمز اي ايكوال 42. لازم اكون انت برضه حافظ الجدول، داخل في درس الديفايدد ومش حافظ الجدول مش هتعرف تحله. انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو عشان تتعلم اللونج ديفيجن او الديفيجن، وانت اصلا مش حافظ التايمز تيبل، يبقى انت مش هتعرف تحل حاجه من الاخر اهوت. علشان لازم يعني تعمل اللي عليك الاول ان انت تحفظ الايه، التايمز تيبل، وحفظ حفظ يعني. يبقى 7 تايمز ايكوال 42، السبعه في ايه اديني 42 في 6، يبقى الناتج هنا الريزلت هنا هيكون 6. هنا الديسيمال بوينت بعد 1 نمبر، وهنا برضو بعد 1 نمبر، يروحوا مع بعض، ال1 ده يروح مع ده. اتفضل لي 36 ديفايد 4، طبعا الزيرو يا مستر مالوش اي قيمه ورا. 4 تايمز ايكوال 36، الاربعه بتتضرب في يديني 36 9. هنا برضو هنا بعد 1 وهنا بعد 1 يروحوا مع بعض. 2 باي اي ايكوال 8، 2 باي 4. هنا بعد 2 وهنا بعد 2 يروحوا مع بعض. 4 تايمز ايكوال 28 ايكوال 7. معلش بقى اذا كان الكتاب محلول. طيب 75 ديفايد 25، هنا بعد 2 وهنا بعد 2. خلاص؟ طيب 25. هنا 25 مالتبلاي ايه ايكوال 75؟ هتبقى 3. هتبقى هنا ايه؟ 3. طب جيت ازاي يا مستر؟ بص يا ولاد. لا يعني بالمره كده برضو يعني 25 و25 ايكوالز ايه؟ 50. يعني 25 و25 يديني 50. ال 100 ال 100 فيها 425. يعني لو جيت قلت لك ال 100 ال 100 فيها كام؟ 25؟ 4 على طول كده. يبقى ال 100 فيها كام؟ 25؟ 4. طب لو قلت لك 200 فيها كام؟ 25. فيها كام؟ 200 دي عباره عن 100 و100، وال 100 دي فيها 4 وال 100 دي فيها 4، اجمعهم يديني 8، يبقى فيها 8. طب ال 50 فيها كام؟ 25. فيها كام مستر؟ 2. طب ركز معايا بقى، 75 فيها كام؟ 25. 75 دي صعبة دي؟ لا مش صعبة، لأن فيها 50، لأن 25 و25 يديني 50، يبقى 25 أدي مرة وكمان 25 أدي كمان مرة، يبقى كده 50، حط عليهم كمان 25 يبقى 75 أدي كمان مرة، يبقى فيها 3. يبقى فيها كام؟ 3. يا رب تكونوا فاهمين. طب تمام، يبقى ان هنا 75 ديفايد 25 ايكوالز ايه؟ 3. وقلنا ان ال 100 فيها ايه؟ 425. 27.2 ديفايد 0.8، طبعا البوينت ده هتروح مع البوينت دي. خلاص؟ طيب انا بقى هنا هعمل ديفيجن ازاي؟ انا طبعا طيرت العلم، اول حاجه في المساله دي ديفايدد لازم تتخلص من العلامه، يعني اول حاجه لازم انت كده تتخلص من الايه؟ من العلامه على طول كده، يعني ما استناش. لقيت مساله ديفايدد على طول لازم اتخلص من الايه، من البوينت. طيب دلوقتي احنا يا مستر هنعمل ايه بقى؟ انا افضل اللونج ديفيجن، يعني عشان ما تغلطش ناخد بقى ايه، طريقه واحده. طبعا كل مساله ولها طريقه وفيها فكره، وممكن تحل بطريقه اسهل، وممكن احنا نستخدم اللونج ديفيجن على طول عشان يبقى احنا متعودين وما يحصلش بلبله في الايه، في الافكار. 272 272، وهنا 8 وهنا 8. هتقول يا مستر ده 8 بوينت، ما خلاص ما احنا خلصنا من العلامه من بوينت. تمام اوكي. بعد كده بقى نعمل ايه؟ اول حاجه تعملها بعد ما تعمل لونج ديفيجن، اعمل جدول. اعمل ايه جدول؟ اعمل تايمز تيبل. تمام، لازم تعمل لك التايمز تيبل 1 2 3 4 5، كفايه لحد ال 5. 1 باي 8 8، 2 باي 8 16، 3 باي 8 25. انا بعتمد دلوقتي على اساس انك حافظ المالتبلاي التايمز تيبل. 4 مالتبلاي 8 32، 5 مالتبلاي 8 ايكوالز 40. طبعا هاخد رقم على رقم، الديفايدد بنعمل بتتبدا او بنبداها من عند الايه؟ فروم ليفت، يعني من عند الشمال، من عند ال 2. 2 ديفايدد 8 هنقسم الاثنين على 8، ما ينفعش. صح ولا لا؟ هنروح نجيب مين؟ 27. هنجيب رقم يا اما زيها من هنا من الريزلت دي اللي انا طلعتها، هنجيب رقم يا اما زيها يا اما اقل منها. 27 من اقرب رقم لها هنا؟ هتقول لي اقل منها. هتقول لي كلهم اقل منها، لا انا عايز رقم اقرب رقم لل 27. بص هنا كده هتلاقي مين؟ ال 24. 24 دي تتكتب تحت هنا، وال 3 تتكتب فين؟ فوق. وبشد خط وماينس تاني، يبقى انا كتبت الناتج الريزلت ده هنا
والاساسي ده ما تنساش اللي اتكتب فوق عشان الناتج هيطلع هنا. وبعمل ماينس ماينس ولا ماينس ماينس، هي على طول ماينس، اللونج ديفيجن على طول ماينس. 7 ماينس 4 ايكوال 3 و2 ماينس 2 0 ما يتكتبش. بعد ما تماينس نزل الرقم اللي عليه الدور اللي هو مين؟ برنج ده اللي هو مين؟ 2. طبعا هتلاقي المساله لازم تطلع لك عندك 32، فين 32؟ اهي 4، يكتب 4 فوق و 32 تحت ونعمل ايه؟ 0 0. قلت له مثلا ما فهمتش حاجه، لا ده المسائل هنا كتير، انا هحل معاكم كتير. خلاص هنحل مع بعض كتير. يبقى احنا قلنا الفكره الاساسيه ان انا هنا في الديفايدد بايه بطرح الايه؟ البوينت، بطرح الايه؟ البوينت. طب تعالى كده في الصفحه اللي بعديها نفس الكلام برضو، تخلص من البوينت ده يروح مع ده، يتفضل لي 2 ملتبلاي ايكوالز 8 4. نفس الكلام برضو. هنا بقى مختلفه ليه؟ ركز معايا، هنا البوينت هنا بعد 0، بعد البوينت هنا بعد ايه؟ 1 نمبر، والبوينت هنا برضو بعد 2 نمبر. ممكن لها حل بدل ما نعمل ملتبلاي. انا بتخلص من العلامه على حسب الرقم اللي بعد علامه الديفايدد ده، انا بتخلص من العلامه بالبوينت على حسب الرقم اللي بعد الديفايدد ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي انا اول ما هبص على اللي بعد علامه الديفايد اللي هو ده، الرقم ده اللي هو الرقم الثاني ده، ده 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 ماشي. البوينت هنا بعد كام نمبر؟ 2. يبقى انا هحركها حركتين ناحيه اليمين 1 2 عشان اطيرها. دي برضو تمشي تبعها، احركها برضو حركتين 1 و2، مفيش 2 احط مكانها 0. تاني انا طبعا ببص على الرقم النمبر اللي هو مين؟ اللي بعد علامه الديفايدد. هنا البوينت بعد كام نمبر؟ 2. هتحركها حركتين بقى. طب هنا لو بعد 3 احركها ثلاث حركات اهو 1 2، خلاص كده طارت. دي برضو هحركها بعد حركتين 1 2، ما فيش احط مكانها 0. بقت 420 ديفايد 6. طول البوينت طارت. تعالى دي كده، دي احركها كام حركه؟ انا ببص على دي، هي اصلا بعد 1 بعد رقم 1، يبقى الحركه حركه واحده. وهنا بعد كام حركه؟ برضو حركه واحده تتحط عند 6 كده، بدل ما اقول طرح، بدل ما اقول الحركه الاولانيه قلت عليها طرح. تمام. هنا هبص على دي، حركه كام حركه؟ حركه واحده، عشان البوينت هنا بعد رقم 1 انا حركتها طارت. هنا برضو حركه حركه واحده، بس ما فيش هنا بوينت احط مكانها 0، احط مكانها ايه؟ 0. تعال شوف دي كده، حركه كام حركه؟ حركه واحده، عشان علامه هنا بعد ايه؟ 1 نمبر اهو طارت. هنا برضو حركه برضو بعد حركه واحده اهو. دي برضو حركه حركتين 1 2، دي برضو حركه حركتين 1 2، احط هنا بعد الايه؟ 2. هنا حركه حركه واحده اهو 1، وهنا حركه حركه واحده هنا 1. خلاص يبقى احنا اتعلمنا كده تحريك الايه؟ البوينت. يبقى احنا هنا لما حركنا اتفضل لنا 6 و42 ديفايد ايه؟ 6. طبعا هنا كان 0، احنا عملنا هنا 0. انا ببدا القسمه من على الشمال، 4 على 6 ما تنفعش، هاخد بقى على 2 يبقى 42. 6 ملتبلاي ايه ايكوال 42؟ مش محتاج على فكره لونج ديفيجن. 6 ملتبلاي ايه ايكوال 42؟ 6 باي 7. والزيرو ده ينزل، لقيت الزيرو ده ايه؟ ينزل. تاني المساله اللي بعديها 9.5 اهو ديفايد 25. طبعا زي ما قلنا نحرك البوينت، هنا البوينت بعد 1 او حركه بعد حركه واحده، ودي برضه هتحرك حركه واحده، تتشالهم ايه مع بعض. يبقى اتفضل لي 92 ديفايد ايه 25، اعملها برضه لونج ديفيجن اهوت. الرقم الكبير ده يتكتب هنا، الرقم البيجر وهنا السمولر يتكتب هنا، واعمل ايه؟ واعمل مثلا ايه؟ تايمز تيبل 1 باي 25 هياها 2 باي 5 10 0 كاري اب 1 2 باي 2 4 وكان معاك 1 يبقى 5 3 باي 5 ايكوال ايه 15 5 كاري اب 1 2 باي 3 6 1 يبقى 7 4 باي 5 20 0 كاري اب 2 2 باي 4 8 و2 يبقى 10. هشوف رقم بقى ايه، طبعا هاخد ده رقمين هاخد قصادهم رقمين 92 ديفايد 25، هاخد رقمين على رقمين. مين اقرب رقم لمين؟ نيرست رقم او نيرست نمبر لمين؟ ل 92. اقرب رقم ل 92 هيكون مين؟
75 ينفع اخد ال 100؟ لا، عشان اكبر منه، انا عايز رقم اصغر منه، يبقى 75. يبقى 75 دي تتكتب تحت هنا، والسرير اللي قصاره ما تنساش تتكتب فوق. ها، واشد خط واطرح ولا اطرح؟ ها، اطرح ولا اطرح؟ ها، اعمل ايه؟ سبتراكتنج او ماينس. 2 ماينس 5 ما تنفعش، هتبقى هنا 1 وهتبقى هنا 8. اعد من بعد ال 5 لحد ما اوصل لل 12. افتر 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى اديني كام؟ 7. و8 ماينس 7 ايكوالز كام؟ 1. طبعا المفروض اعمل برينج داون. المفروض اعمل ايه؟ برينج داون، يعني انزل الرقم اللي عليه الدور، ما فيش ارقام عليها الدور. بس المساله في نفس الوقت لازم تصفر، يعني تطلع لي زيرو. ما فيش في الحاله ديت، اقوم حاطط هنا بوينت، ما فيش يا مستر، اقوم حاطط هنا بوينت، اقوم حاطط تحت هنا زيرو. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت بوينت فوق وزيرو، اذن الزيرو ده بالنسبه لي اذن عشان اقدر اكمل المساله بتاعتي. وهشوف رقم قريب من 170. اكمل التايمز تيبل بتاعي، هنا 5 وهنا مثلا 6 و7. لازم نعمل كده، معلش. 5 باي 5 ايكوال 25 يبقى 5 وكاري اب 2. 2 باي 5 10 وكان معاك 2 يبقى 12. هتفضل مكمل، هتبقى 150. تفضل مكمل، هتبقى 35 وهنا 3. 2 باي 7 14 و3 يبقى ايه؟ 70. يبقى مين الاقرب رقم ل 170؟ 150. هتقول لي يا مستر لا، في 175 ده اكبر منه، ما ينفعش، انا عايز ايه اقل منه. يبقى 150 يتحط تحتيه، وال 6 ده اتحط فين؟ فوق. 0 ماينس 0 انا طبعا بعمل سبتراكت 0. 7 ماينس 5 ايكوالز 2. 1 ماينس 1 ايكوالز 0 ما يتكتبش. طبعا 20 هقسمها على 25 برده ما تنفعش، اقوم حاطط لها ايه برده؟ ايه؟ 0. ومصر احط لها بوينت كمان فوق؟ لا، البوينت اتحط مره واحده. و200 ما عنديش انا 200، لازم في الاخر لازم يطلع لي رقم زيها او اقل منها. اجرب كده ال 8. 8 ملتي بلاي 25 هتيجي تبص هتلاقيها مطلعه في الاخر كام؟ 200. هتلاقي في الاخر مطلعه 200. يبقى هي ايه ال 8؟ 200 هنا وال 8 اتكتب فوق هنا، وبعد كده هتلاقي ايه مطلعه ايه؟ 0. مطلعه ايه؟ 0. يبقى الريزلت في الاخر بقى 3.68. طب تمام، هنا بيقول لي ايه؟ 48.48 divided 4.8. احرك العلامه كام حركه؟ حركه واحده على حسب ده 1، وده برضه حركه واحده 1. خلاص هيبقى اتفضل لي كده. انا اتخلصت من دي، راحت، وده حركتها حركه واحده على حسب دي. طيب احل بقى ولا كان البوينت موجوده. هتقول يا مستر دي اتعمل، عايزه تتعمل لونج ديفيجن، مش مستاهله. 48 ديفايد 48 ايكوالز ايه؟ 48 ديفايد او ديفايدد 48 ايكوالز 1. اي رقم على نفسه يديني 1. المفروض اللي عليه الدور يتقسم وكل الطلبه تتلخبط فيها يقوم قايل 48 برضه على الفورد، وده غلط. المفروض اللي عليه الدور 4. المفروض اللي عليه الدور 4 اخد رقم برقم. طب اشمعنى مثلا انت خدت في الرقم في الحته الاولانيه رقمين مع رقمين؟ تو نمبرز ويز تو نمبرز. لان لا، المفروض انا اصلا كده كده خدت رقم مع رقم. ازاي ماي 4 ديفايد 48؟ ما ينفعش. فرحت جبت مين اللي جنبيها؟ انا سالت الاول 48 ديفايد 48 اديني 1. المفروض اللي عليه الدور بقى يتقسم، اللي هو مين اللي عليه الدور؟ ال 4. 4 ديفايد 48 ما ينفعش، فعشان كده احط مكانها 0. احط مكانها ايه؟ 0، عشان تروح تجيب اللي جنبيها. بقت 48 ديفايد 48 نفسها برضو ايكوالز ايه؟ 1. وطبعا البوينت هنا بعد 1 نمبر، هنا برضو هتعمل بعد 1 ايه؟ نمبر. تاني ديت اهي برضو نفس الكلام، نفس المسألة 48.48 ديفايد 4.8. احرك العلامة حركة واحدة، او ممكن اطرحها زي ما انا قلت في الاول، اطرحها حركة واحدة، وده برضو تحرك حركة واحدة تحط هنا. يبقى 4.8 ديفايد 48 ديفايد 48 1. اللي على الدور اللي في الديفايدد 4. 4 ديفايد 48
impossible. فعشان كده حطيت لها 0. بقت 48 divide 48 equals ايه 1، والبوينت هنا بعد 1 number، هنا برضو يتعمل بعد ايه 1 number. اللي بعديها الرقم ده حركة اللي عمل حركتين 1 2 على حسب ده، وده برضو حركتين 1 2 تحط هنا، يبقى 1 9 2 32 divided 92. اعمل بقى اللونج ديفيجن بتاعتي، اكتب الرقم زي ما هو من غير بوينت، اكتب الرقم زي ما هو من غير ايه بوينت، واعمل ملتبلاي تبقى 92. طبعا في طريقه ثانيه لونج ديفيجن، في طريقه ثانيه لونج ديفيجن، بس انا ما بحبش الا ديت علشان بتمشي مع كل الطلبه. 2 باي 2 ايكوالز 4، 2 باي 8 ايكوالز 18، 3 باي 2 6، و 3 باي 9 ايكوال 27، 4 باي 2 ايكوالز 8، و 4 باي 9 ايكوال 36. اشوف رقم بقى، طبعا هقسم 2 نمبر مع 2 نمبر، 19 ديفايد 92 ما تنفعش، فهجيب الرقم الثالث، هجيب الرقم الايه الثالث، اشوف رقم اقرب nearest to 193، رقم قريب من 123 93، من الرقم القريب من 193 اقل منه هيبقى 1 ايه 184، احط تحتيه وال2 تتحط فوق، وماينس ولا ماينس على طول كده، ماينس ولا ماينس، ماينس 3 ماينس 4 ما تنفعش، احط جنبي دي 1 واشيل من دي 1 تبقى 8 استلاف، واعد من بعد الفور لحد ما اوصل لل 13، هتلاقي مطلع في الاخر ايه 9، و8 ماينس 8 0، 1 ماينس 1 ايكوال 0. اعمل برنج داون اللي عليه الدور اللي هو مين ال 2 92 ديفايد 92 على طول كده ال 1. ما تنساش بقى يبقى الناتج هيبقى ايه 21، وخلي بالك هنا ان البوينت هنا بعد 2 نمبرز، هنا برضو هتبقى بعد 2 نمبرز، ما تنساش ما تنساش. هنا طبعا برضه نفس الكلام، احرك العلامه بوينت واحده اهيت هتروح، وهنا برضه حركه حركه واحده هتبقى كده، هتبقى 37.5 divided 41. Thirty-seven five, وهنا 41. أول حاجة بعملها بعمل times the table. One two three four. تبقى 41. وهنا تبقى 2 8. 3 by 1 equal 3. 3 by 4 equal 12. 4 by 1 equal 4. 4 by 4 equal 16. أكمل برضو. 5 و 6. 5 by 1 equal 5. و 5 by 4 equal 20. 1 by 6 equal 6 و 4 by 6 equal 24. أكمل برضو 7، اشمعنى؟ عشان أقرب 307. 7 by 1 7 و 4 by 7 equal 28. ال 8 8 by 1 8 و 4 by 8 equal 32. أخد رقمين مع رقمين ما ينفعش، هاخد بقى 3 numbers مع إيه؟ مع 2 numbers. اشوف رقم قريب ل 307 هو مين؟ هيكون 287، يعني ما ينفعش اخد 328 لان هو رقم الايه بيجر اكبر منه، يبقى 287 وال 7 تتحط فوق وماينس 7 ماينس 7 0، 0 ماينس 8 امبوسيبل، عشان كده احط جنب دي 1 واشيل من دي 1، 10 ماينس 8 ايكوالز 2 و 2 ماينس 2 ايكوالز 0 ما ينفعش. اعمل برنج ده اللي عليه الدور 205 عندي اهي اهي، يبقى تبقى 5 205 تتكتب هنا وال5 تتكتب هنا، وهتبقى تطلع في الاخر ايه 0، وهنا طبعا الريزلت هيبقى 7.5. ليش معنى؟ لان الديسيمال بوينت هنا بعد 1 نمبر، فهنا برضو هيكون بعد ايه 1 نمبر. تعالى برضو ناخد ديت، تعالى ناخد 3 نمبرز ديت عشان في طلبة بتخاف منها، 3.24 divide 1 2.4. احركك كم حركة؟ حركة واحدة، يبقى دي هتروح ودي برضو حركة واحدة، تبقى كده
3 2 2 4 والبوينت هنا ديفايد 1 2 4. اعمل اللونج ديفيجن بتاعتي اهوت، الرقم البيجر يتكتب زي ما هو من غير بوينت زي ما اتفقنا 1 2 4، واعمل ايه؟ واعمل التايمز تيبل 1 2 3 4 تبقى 1 2 4 2 باي 4 8 2 باي 2 4 و2 باي 1 2 3 باي 4 12 2 كاري اب 1 2 باي 3 6 1 يبقى 7 و3 باي 1 ايكوال ايه 3 4 باي 4 16 6 كاري اب 1 2 باي 4 8 1 يبقى 9 و4 باي 1 ايكوالز ايه 4. طبعا هاخد 3 نمبرز مع 3 نمبرز، ينفع اقسم اعمل ديفايد ده على ده؟ اه ينفع لانه اكبر منه. 322 اشوف رقم قريب او nearest to number 322، مين الرقم اللي قريب ل 322 من الارقام ديت؟ هيبقى مين؟ هو مش حد ياخد 372 لان 372 اكبر منها، هاخد ايه؟ 248. يبقى 248 ما انساش ان 2 دي بتتكتب فوق عشان ده هو ده الريزلت. هعمل طبعا ايه سبتراكت 2 ماينس 8 ما تنفعش، 2 ماينس 8 ما تنفعش، فهتبقى هنا 1 ودي اشيل من دي 1. 12 ماينس 8 ايكوالز 4، 1 ماينس 4 امبوسيبل، حط جنبها 1 وهتبقى دي جنبها اشيل من دي 1 تبقى 2. 11 ماينس 4 اعد من بعد ال 4 لحد ما اوصل 11 ايكوال 7، 2 ماينس 2 ايكوال 0 ما تتكتبش. اعمل برنج داون اللي عليه الدور، اعمل برنج داون اللي عليه الدور مين؟ ال 4. ال 4 خلاص؟ اشوف رقم بقى، طبعا المساله جت للاخر يبقى اشوف رقم زيها بالظبط، اشوف رقم زيها بالظبط 744 طبعا ما هوش هنا، اكمل 5 4 باي 5 20 رقم اوله 0 ما اكملش ليه؟ انا عايز رقم اوله 4. طب تمام 6 4 باي 6 24 هي دي 4 وكاري اب 20، 2 باي 6 12 و2 يبقى 14 4 وكاري اب 1، 1 باي 6 6 و1 يبقى ايه 7 يبقى هي دي، وال6 دي اتكتب فوق وهنا بتطلع بايه؟ ب0. طبعا البوينت هي يبقى ايكوال 2.6 لان البوينت اللي معانا 1 وهنا برضو هتبقى بعد ايه 1. كل المسائل كده، كل مسائل اللونج ديفيجن كده هتبقى بالطريقه ديت. مثلا ناخد المساله ديت 16.112 ديفايد 1.52، هتخلص من البوينت هنا، البوينت مع 2 نمبرز اهيت 1 2 وهنا بعد 2 نمبرز 1 2 يبقى تتحط هنا 1611.2 divided 152، واعمل ايه اللونج ديفيجن بتاعتي. اعمل الملتبلاي تمام 1 هتضرب ان الرقم ده كله يبقى هو 2 باي 2 4 2 باي 5 10 0 كاري اب 1 1 باي 2 2 1 يبقى ايه 3 3 باي 2 6 3 باي 5 15 5 وكاري اب 1 1 باي 3 3 1 يبقى ايه 4. هاخد 3 نمبر مع 3 نمبرز، اشوف رقم ينفع اقسم ده اعمل ديفايد ده؟ اه ينفع لانه اكبر منه. هشوف رقم قريب من 161 اللي هو مين 152، يبقى 152 وال1 ده يتكتب فوق، واعمل ماينس ولا ماينس؟ ماينس 1 ماينس 2 1 ماينس 2 ما تنفعش، هحط جنب دي 1 ودي اشيل من دي 1 يبقى 5، واعد من بعد ال 2 لحد ما اوصل 11 هيبقى كام؟ 9. 5 ماينس 5 0 1 ماينس 1 ايكوال 0. انزل رقم اللي عليه الدور اللي هو مين ال1 ده برنج داون، واشوف رقم قريب 91 ينفع اعملها ديفايدد 152؟ 91 ينفع اعملها ديفايدد 152؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، فعشان كده احط 0. بعد ما احط 0 انزل رقم اللي عليه الدور 912 ينفع اعملها؟ لازم انا اطلعها ما دام اخر المساله 4 2 باي 4 8 ما كملش لان انا عايز رقم اوله ايه 2، انا عايز رقم اوله ايه 2. 5 2 باي 5 10 ما كملش، اخد ال 6 2 باي 6 12 2 كاري اب 1 5 باي 6 30 وكان معاك 1 يبقى 31 1 ومعايا 3 1 باي 6 6 و 3 يبقى ايه 9 يبقى هو ده يبقى 942 وال 6 دي اتكتب ايه 4 يبقى ده الناتج
والبوينت هنا بعد 1 نمبر، هنا برضو يتبقى ايه بعد 1 نمبر. طيب تعال بقى ناخد بقى المساله ديت اللي بيقول لي هنا طبعا both the suitable relation greater than smaller than or equal. بيقول لي هنا 0.6 divide 0 125,000 ولا ده على ده. اول حاجه لازم نتخلص من العلامه، اول حاجه كده لازم نتخلص من ايه، من البوينت. طب نتخلص منها ازاي؟ طبعا هنا البوينت، هنا البوينت بعد ايه 1 نمبر، بعد 3 نمبر. ابص على هنا 1 2 3، هنا برضو لازم حركة ثلاث حركات هكتبها هنا السؤال هنا تاني. ها احرك ثلاث حركات، انا لازم اتخلص من العلامة 1 2 3 كده اتخلصت منها. هنا برضو بعد 3 1 مفيش 2 3 احط لهم 2 0، يبقى اتفضل لي هنا 600 ديفايد 125. طب تعال هنا بقى، هنا برضو حركه ثلاث حركات 1 2 3، هنا برضو مفيش حركه ثلاث حركات، يبقى انا احط لها 3 0 بقت 6000 ديفايد 125. يبقى هنا البيجر مين؟ هيكون البيجر مين؟ ال 600 ولا ال 6000؟ هيبقى طبعا الايه ال 6000، يبقى هيكون ده الايه البيجر. طيب هنا برضو حركه العلامه حركه واحده عشان تطير، وهنا برضو حركه ما فيش حركه بحط لها زيرو، هنا حركه حركتين 1 2، هنا برضو حركه حركتين مش هينفع يبقى احط لها 2 0، بقت 5500 وهنا 550. انتوا معايا؟ تاني انا حركتها حركتين عشان اطير البوينت، حركتها حركتين خلاص راحت، وهنا برضو اجي حركه حركتين مفيش بوينت احط لها 2 0، يبقى الحركتين دولت او العلامتين دولت تحولوا 2 0. طب هنا حركه حركه واحده 1، وهنا برضو حركه واحده برضو مفيش احط لها 0، 550 وهنا 5500، يبقى اكيد من الكبير، هيكون من الكبير، هيكون ده برضو الكبير. طيب هنا برضو طبعا نفس الارقام، اهم حاجه البوينت، هنا مفيش بوينت بس هنا في بوينت، هنا مفيش بوينت، فعشان كده المساله دي هتفضل زي ما هي. ليه؟ علشان انا اهم حاجه عندي ده المفروض ده ما يكونش فيه بوينت. طب ده فيه بوينت؟ اه دي المشكله، هحركها حركتين عشان هي البوينت هنا بعد حركتين، بعد 2 نمبرز 1 2، هنا برضو اجي حركه حركتين مش هينفع بس هحط لها 2 0. يبقى من الافضل ده ولا ده؟ الرقم ابو ديسيمال بوينت ولا الرقم ابو زيرو؟ طبعا هيكون الرقم ابو زيرو، لان الديسيمال بوينت ده يعني رقم صغير، الديسيمال بوينت ده يعني هيكون ايه رقم صغير. هنا في مشكله، اه هنا البوينت بعد 1 نمبر يبقى حركه واحده، هنا ما فيش بحط لها 0، هنا بعد حركتين 1 2، هنا بعد حركتين برضو 1 وما فيش احط لها 2، بقت 4 6 2 3 0 4 6 2 3 0 23، هنا برضو 23، يبقى ايه احط ايه ايكوال. هنا حركه كم حركه؟ حركتين 1 2، وانا حركه برضو كم حركه؟ برضو حركتين 1 2، هنا ما فيش، يبقى انا برضو مفيش، انا العلامات هنا طارت وبرضو العلامات هنا طارت. انا حاسس ان في ناس مش فاهمه، انا حاسس ان في ناس مش فاهمه. يبقى العلامه ديت بعد حركتين تاني، انا هشرح السؤال ده تاني. انا اهم حاجه عندي ده في المساله ديت مش الناتج، مش الريزلت، انا اهم حاجه عندي العلامات، لان الارقام هي هي، الارقام هي هي. طيب انا اهم حاجه عندي ابص على الرقم اللي بعد البوينت، الرقم اللي بعد الايه البوينت، الرقم اللي بعد البوينت هنا بعد في ايه العلامه هنا بعد كام رقم؟ رقم واحد، يبقى لازم اتخلص منه، اطيره احركه حركه كده راحت. ده برضو نفس الكلام، ما دام حركت ده حركه ده برضو لازم اتحرك كمان حركه، بس ما فيش علامات يبقى احطهم مكان زيرو. طب لو كان حركتين يبقى 2 0، لو ثلاث حركات يبقى 3 0. هنا برضو نفس الكلام، تعالى كده احرك كام حركه؟ حركتين. اشمعنى يا مستر؟ عشان هنا العلامه بعد 2 نمبرز 1 2، هنا برضو لازم احرك حركتين عشان دي تبع دي 1 وال 2 احط لها 0، بقى ده عندي 4 6 2 3 0 ديفايد 23، وده 4 6 2 3 0 ديفايد 23،
ده نفس الارقام بحط ايه ايكوال. مسالتنا كده اهم حاجه بص على ده، هنا الاعلام بقى بعد رقمين يبقى انا حرك حركتين 1 2، وهنا برضو بعد حركتين 1 2 خلاص كده راح، مفيش علامات هنا خالص. تعالى هنا برضو مفيش علامات خلاص سيبها زي ما هي، هنا مفيش علامات برضو مفيش خالص، خلاص كده تمام. يبقى كده تقول بص هتلاقي الرقمين شبه بعض بقت ايه ايكوال. طب تعالى هنا كده، هنا مفيش علامات اسيب المساله زي ما هي، حتى بالعلامه دي اه دي اسيبها اه، اهم حاجه عندي ده انا بشرح لكم بالعربي خالص. طب ده في علامات اه لازم اتخلص منه، احركه كام حركه؟ حركه ولا اتنين ولا تلاته؟ هنا العلامه اصلا بعد وان نمبر، يبقى حركه حركه واحده 1. طب هنا برضو حركه برضو بعد حركه واحده بحط لها زيرو، تبقى 8820 8820 ديفايد 45 88 يبقى بالكن الكبير اكيد ده، لان البوينت اللي بقى يعني رقم ايه صغير 46. هنا برضو حركه كام حركه؟ حركه واحده، وهنا برضو كم حركه؟ حركه واحده، هتبقى 4.6 ديفايد 46 ولكن العلامه موجوده 4.6 ديفايد 46 ولكن العلامه موجوده 46 ديفايد 46 ايكوالز ايه 1، والعلامه بعد كم؟ بعد كم رقم؟ هنا بعد 1، يبقى هنا برضو بعد 1. مين الكبير ده ولا ده؟ مين الكبير ده ولا ده؟ ده ولا ده؟ اساوي العلامات، البوينت هنا قدامه 2 نمبرز والبوينت هنا قدامه 1 نمبر، يبقى احط لها 0 عشان يبقى رقمين ورا رقمين، بقت دي 1 ودي 10، يبقى الكبير مين؟ ال 10. اتمنى اتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه، وانا برضو جاهز لاي حاجه، لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات او حتى على الجروب وانا جاهز، لو مثلا هعيد الدرس تاني انا ممكن اعيده برضو، انا اسف ان الكتاب محلول بس غصب عني، واشوفكم ان شاء الله على خير، وما تستنوش ان بعد اربع ما تنسوش ان بعد اربع ساعات هيبقى في فيديو تاني للدرس اللي بعدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.